السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد عبر شاشة قناة اليرموك الفضائية في برنامج كبسولة عشبية. حديث اليوم عن إحدى النباتات العطرية ذات الرائحة المميزة، عشبة العطور والطهو ذات الفوائد الجمالية والتي ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، استخدمت في الطب القديم كمضاد للتشنجات ومنشط وطارد للغازات وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، وأثبت العلم والطب الحديث أن لها العديد من الفوائد بسبب احتوائها على كميات عالية من الألياف والمعادن والفيتامينات. يعود أصل هذه النبتة الخشبية المعمرة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث استخدمت كغذاء ودواء لعدة قرون. يسعدنا أن نتعرف أكثر على فوائد نبتة إكليل الجبل الروزماري مع دكتورنا الفاضل الدكتور سمير الحلو استشاري الطب الشمولي. أهلا وسهلا فيك دكتورنا. أهلا وسهلا، ويسعدنا أن نتحدث فعلا عن نبات جميل ورائع وموجود في معظم البيوت. صحيح دكتور، يعني نبتة إكليل الجبل موجودة عندنا في قوارير الزريعة على البرندات وبالمساحة الخارجية حوالين البيت، تعطي رائحة عطرة بدون حتى ما الواحد يستخدمها، يعني بس مجرد هيك حركة للنبتة بتعطينا الريحة اللطيفة. صحيح. خلينا دكتور نبدأ بالحديث عن فكرة عامة عن نبتة إكليل الجبل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لهذا النبات الجميل العطري المنتشر بين الناس والمعروف بين الناس واستخدامه شائع كثير كثير، وخاصة زي ما تفضلتي في المقدمة سواء في الطبخ وغيره في المطبخ، هذا النبات اسمه روزمارينس أوفيشيناليس، وهو فعلا موطنه الأصلي حوض البحر الأبيض المتوسط. هذه البيئة مناسبة جدا لهذا النبات، وبينمو نمو رائع. يعني أحدهم قال شافه في لبنان بعلو مترين تقريبا. أي نعم، أنا كان عند أقارب لنا هنا في عمان وصل متر متر وشوي طوله. نعم، فإذا يعني أعطي الماء وأعطيت الأرض الطيبة والسماد بيكبر بشكل رائع. وقد رأيت هذا النبات بريا في على شواطئ ليبيا، على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. كان بريا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ورائحة نفاذة، تعرفي البري بتكون عطوره أقوى بكثير. فالمنطقة كلها عطرية بعطر حصلبان أو إكليل الجبل في تلك المنطقة، شيء جميل جدا جدا، سبحان الله، حتى يبهج ويعطي شعور بالراحة النفسية والحيوية إلى آخره. هذا النبات يعني يستخدم استخدامات كثيرة جدا سنأتي لها إن شاء الله، لكنه نبات سهل أنه يزرع في أي بيت، ونموه صحيح أنه بطيء نسبيا لكن معمر، ويتحمل الظروف الجوية المختلفة حتى يتحمل قلة المياه إلى درجة معينة. يمكن استخدامه طازجا، يمكن استخدامه مجففا، وهذا اللي بنشوفه في الأسواق أحيانا، بكونوا حاطين ورق إكليل جبل بطريقة خشنة في علب عشان نرشها على اللحوم وغيرها. يستخدم استخدامات واسعة النطاق، في المأكولات، في اللحوم، في الخضار، مع الشاي، مع لوحده إلى آخره. بالإضافة أنه له ما يسمى بزيت إكليل الجبل وله ماء إكليل الجبل، فهذا النبات حقيقة قريب من الناس، قريب من حياتهم، قريب من أكلهم، قريب من مطبخهم، فهذا كله شيء جميل وحلو أنه نستفيد ونعرف المزيد عن هذا النبات. هذا النبات يعني على ما يبدو أنه هو منتشر منذ القدم، فما هو التراث أو الإرث الطبي لهذا استخداماته كعلاجات؟ نعم، هذا النبات قيل أنه يعني استخدم في الحضارات القديمة من حوالي 5000 سنة، وكانت استخداماته الشعبية التراثية يعني تحت مجموعة من الاستعمالات مثل الصداع، فهو مفيد للصداع وفعلا هذا شيء معروف. تنين للأوجاع الدورة الشهرية عند السيدات، لأوجاع المعدة ممكن الناس استخدموه على شكل شاي أو ماء إكليل الجبل لأوجاع المعدة، سواء كانت على شكل حموضة زائدة أو أوجاع معدة ومغص والتهابات وغيرها، أو للقولون، القولون العصبي المتوتر لأنه لها أثر في تهدئة السبازموليتك إفكت بنسميه، بيرخي العضلات الملساء سواء للمعدة أو الأمعاء، وهذا بريح القولون العصبي المتشنج.
وله دور في إزالة النفخة. عندنا أيضا مسكن للأوجاع، سواء استخدم زيته خارجيا بطريقة مخففة طبعا، أو شرب داخليا سواء وحده أو مع أعشاب أخرى. طبعا غني عن القول بأنه النبات المفرد لا يعالج علة مركبة، يعني الروماتيك أو روماتويد أرثرايتس، التهابات الروماتيزمية، هم بسميها أمراض مركبة لا يمكن علاجها بإكليل جبل، لكن ممكن إكليل جبل يدخل في تركيبة عشبية تصبح قوية جدا في علاج الروماتويد. هذه النقطة مهمة يفهمها المشاهدون الكرام، وكررناها دكتور في العديد من الحلقات لما كنا نحكي عن عدة نبتات، ونكتشف برضو من خلال الحلقات إنه هاي النبتة تستخدم لهذا المرض وهاي النبتة أيضا تستخدم لهذا المرض. ويعطي المفعول التآزري اللي دائما بتحكي لنا عنه. بالضبط. أيضا استخدم في حالات العصبية والتوتر الشديد، بهدي، له دور في تهدئة الأعصاب. أيضا استخدم في القدم لتقوية الذاكرة. وهنا نقطة مهمة نحكيها برضو، كلمة حصل بان الناس بذكروا حصل بان، وهذا يطلق على شيئين، إكليل الجبل من ناحية يسمى حصل بان، وفيه اللي هو اللبان ذكر أو اللبان الذكر، اللي هو عبارة عن قطع من الصمغ لونها أصفر ولها رائحة عطرية، ومنها يتفرع اللبان الشحروري المشهور في عمان، وله طعم ونكهة طيبة جدا. هذا أيضا يسمى حصلبان، وهو أنواع كثيرة. برضو هذا إذا غلي وشرب من مغليه له دور في تقوية الذاكرة غير الدور التعقيمي إلى آخره. فحصلبان هذا اللي هو إكليل الجبل النباتي، والصمغ حصلبان، التنين لهم مفعول في تقوية الذاكرة، فلا بأس من استخدام أي منهما. كما قيل أو استعمل في التراث الشعبي للهستيريا، وهو نوع من أنواع التوتر الشديد، واستخدم أيضا في علاج الكآبة، استخدم في علاج الكآبة وفي دراسات على هذا. هذه الاستخدامات العشبية التراثية مشهورة ومعروفة، والناس يتداولونها وبيستخدموا لهذا الغرض. تمام دكتور، بعتقد انه نبات اكليل الجبل معروف لدى العديد، بدنا نطلع لاستطلاع الرأي ونشوف مدى معرفتهم فيه. سألناهم انه هل نبات اكليل الجبل موجود ضمن صيدليتك العشبية ومتى بتلجأ لاستخدامه؟ نطلع برفقتك دكتور للاستطلاع وراجعين. نبتة اكليل الجبل هي موجودة في صيدليتي ومزروعة في البيت عندي، وفوائدها الصحية عديدة جدا، منها مميع للدم، منها خافض للضغط، منها بتضاف للطعام لإضافة نكهة عطرية، هي مادة عطرية تفتح الجيوب الأنفية وتسرع في عملية الهضم. إكليل الجبل أصلاً يعني احنا نستعمله لشغلات كثيرة، حتى للطبيخ بدخل من ضمن إكليل الجبل، يعني حتى بدخل بحطوه من ضمن الطبيخ، وباخذه أنا بستعمله الصبح زي يعني هي مادة عطرية وكويسه للجسم. بسمع فيها معروفه، هي يعني معروفه تاريخيا اكليل الجبل، بس انا ما جربتهاش، بس ان شاء الله راح اجربها اكيد، لانه كل شيء اعشاب مش ممتاز صحه. اكيد هي معروفه، نبته معروفه، هي نبته معروفه، لكن انا عن نفسي قليل الاستخدام لها. ممكن هاي بيستخدموها اللي بيحطوها على اللحمه اللي تشيل عفوا الزنخه او شغلات هاي، مش معلومتها مش متأكد منها. بس أنا بعرفها بس ما بستخدمها، يعني بعرف إنها بيستخدموها للسرطان وتقوية الشعر، بس يعني ما عمري أكلتها أو شفتها. أكيد إكليل الجبل لازم تكون موجودة بالبيت، وطبعاً هي من أنا بعتبرها من المطيبات للأكل، يعني أكتر شيء ممكن استخدامها طبعاً بدريسنج، ونسميها دريسنج للبيتزا أو بعض الطبخات يعني. دكتور شفنا من خلال الاستطلاع انه فعلا نبات اكليل الجبل معروف عند كثير من الناس وعارفين اسماءه الروزماري او حصلبان. بدنا نحكي عنه دكتور كاستخداماته ضمن الصيدليه العشبيه، انا لما اكون بده يعني موجود عندي كيف طريقه استخدامه لحتى مثلا اعالج مشكله مغص عند الاطفال؟ جميل. اذا كان الانسان زارع اكليل الجبل في اوار على البلكونه او زرعه في الارض تبعته، بياخذ بضع
أغصان صغيرة، يفضل تكون الأغصان إيش؟ الفريش، ما يأخذ من الأوراق اللي تحت اللي لونها بيكون غامق، تكون جافة ولونها غامق، تكون جافة وضعيفة المفعول، يأخذ من الأوراق الفريش الطازجة وينقعها نقعا كمرا، يكمرها كمرا، يعني يضعها في كأس ويصب عليها الماء الساخن ويتركها بين 5 إلى 10 دقائق. هذا الآن تفوح الرائحة العطرية الجميلة، فساعتها هذا الماء يشرب مثلا الطفل الصغير 20-30 ملي-40 ملي حسب عمره بيشربها، بتريحه على طول. هذه واحدة. إذا كان في زيت زيت إكليل الجبل ممكن دهن البطن مباشرة، إذا كان في ماء إكليل الجبل بيشربه شربا. لكن سؤالك الآن، إذا إنسانة سيدة بيت عندها نبات إكليل الجبل في البيت ممكن تستخدمه لهذا الغرض، لمغص الأطفال، ممكن اضطرابات الهضم عندهم، النفخة والغازات، فممكن تعمل لهي الطريقة اللي ذكرناها وهي سهلة وبسيطة. تمام دكتور، أنت ذكرت أنه إحنا نأخذ من الأوراق، إذن هي الجزء المستخدم من نبات إكليل الجبل هي الأوراق فقط؟ لا، في الأزهار كمان. الأزهار إذا زهر برضو أزهاره تحتوي على الزيوت العطرية الخاصة بإكليل الجبل ويمكن استخدامها، لكن الأوراق هي التي تثبت أكثر وتخزن الزيت العطري فترة أطول من الزهرة. وممكن طبعا الزيت إذا استخلص والماء، ماءات إكليل الجبل، وهي مشهورة والآن وصارت توجد في كل مكان، والحقيقة سهلة الاستخدام. وإذا تحبي نحكي عن ماء إكليل الجبل، طبعا أنا بدي أسألك دكتور كيفية استخلاص هذا الماء، وهل بفرق من ناحية الفوائد عن مغلي إكليل الجبل؟ جميل. الآن ماء إكليل الجبل هو نتاج عملية ديستيليشن، تقطير، اللي تستخدم فيها أجهزة معينة، بصير فيها تغلي النبات، يغلى في وعاء خاص، فتتبخر الزيوت العطرية، ثم يتكثف هذا الماء مرة أخرى عبر أنابيب مبردة، فبصير تنقط من الجهة الثانية ماء إكليل الجبل أو ماء النبات العطري هذا. وطبعا بيطلع زيت بكمية بسيطة منفصل، إذا كان المصنع شاطر بطلع الزيت منفصل، لكن هذا الماء بيكون مشبع بعطر إكليل الجبل. وهذا الماء يختلف عن من مثلا يضع نقاط من الزيت في ماء ويخضها، ممكن هذا الزيت يعاود يصير يفئز زي ما بيقولوا ويصير على وجه الماء، بينما هذا لا يزول منه الزيت، دخل في تركيبة الماء وفي ستركشر تبع الماء اللي هو له ستركشر خاص مركب معقد في جزيئات الماء دخل فيها وصار من ذاكرة الماء، وهذه الأمور عليها أبحاث هائلة، ذاكرة الماء، فدخل الزيت في ذاكرة الماء، وهذا يعتبر أقوى بكثير من الغلي المباشر السريع. الماء هذا شو ميزته؟ إنه جاهز سريع بارد عطري طيب الطعم، يمكن استخدامه فورا. والميزة الأخرى إله إنه ما بخرب، يعني حياته على الرف طويلة، قد تجلس 6 شهور أو سنة. المغلي ممكن خلال 3 أيام يصير بالضبط. المغلي لازم أولا بأول ما يصمد، فهذه روعة هذا الماء. والحقيقة إحنا ننصح كل بيت يكون عنده ماء إكليل الجبل، لأنه استخداماته متعددة كما ذكرنا، للكبار، للصغار، للحموضة، للمغص، للانتفاخات، سوء الهضم إلى آخره، بالإضافة إلى رائحته العطرية اللي ممكن يستفيد منها الإنسان بأشياء أخرى. فهذه الماءات الآن صارت منتشرة في الأسواق، ننصح كل الناس إنهم يكون عندهم هذه الماءات، واللي ما عنده ممكن كما ذكرنا يكمره كمرا بالماء الساخن ويصبر عليه حتى يحصل على النتيجة المطلوبة. تمام دكتور، حكينا برضو عن استخلاص زيت إكليل الجبل من النبتة، ما هي طرق استخدام زيت إكليل الجبل وما هي دواعي استخدامه؟ نعم، كل النباتات العطرية لها زيوت، والزيوت هي تتفاوت نسبتها من نبات لآخر. البري بيكون نسبة الزيت فيه أعلى، أعلى من الذي يسقى في الحديقة، لكن كله خير. نسبة الزيت في إكليل الجبل لا تزيد عن 2.5% من وزنه، وهذا شيء طبعا لأنه عطري، ولذلك إذا استخلص عبر مصانع معينة بيكون سعر الزيت غالي جدا، يعني قد يكون الكيلو منه
بألف دينار أو ألف دولار. طبعا لا يجوز استخدام الزيت المركز الأصنص كما هو، لأنه بيكون حامي وحارق. عادة يخفف بنسبة من 5 إلى 10%، أقصاها 12.5%، وهذا التخفيف يحدث الأثر الطبي المنشود، وما بسبب غالبا ما بسبب حكة واحمرار وتحسس إلى آخره على الجلد. أما المركز فلا يجوز استخدامه. الآن هذا الزيت له خصائص رائعة واستخدم استخدامات كثيرة. وقبل ما أنسى بدي أقول إنه هذا الزيت قد يستخدم في الحديقة كمان، طارد للحشرات كما هو النبات نفسه طارد للحشرات. فالزيت إذا استخدم ببخاخ ورشينا منه في الحديقة أو في المنزل، أو مثلا بدنا نطرد عناكب أو بق إلى آخره، ممكن نرشه في الحديقة بدل ما نرش المواد الكيماوية اللي إلها أثار سلبية خطيرة ومنخاف منها على الأطفال والكبار إلى آخره. فهذا الزيت جميل جدا حينما يستخدم بهذه الطريقة، وله أيضا استخدامات إذا كان مخفف على الأوجاع، ممكن فعلا ندهن على المفاصل وإلى آخره ويخفف الوجع. دكتور، حاليا منتشرة ترندات على إكليل الجبل إنه يستخدم للشعر ولفروة الرأس، فما هو الزيت اللي ممكن نخلطه معه لحتى نخفف من تأثيره الحامي إذا كان مركز؟ جميل. أحسن زيوت ممكن استخدامها مع زيت إكليل الجبل اللي هو زيت اللوز من ناحية، ومن ناحية أخرى ممكن زيت الخردل، وممكن زيت جوز الهند. هي تعتبر زيوت باردة نوعا ما، وخاصة جوز الهند واللوز، وإلها أثر جميل على فروة الرأس. فإذا استخدم هذا مع ذاك، يعني خلطنا الزيت المركز بنسبة 5 إلى 10% مع زيت اللوز أو زيت جوز الهند، واستخدمنا على فروة الرأس يوميا لفترات طويلة، بعطينا نتائج حلوة. وفي دراسات عن هذا الكلام، في دراسات سنتحدث عنها إذا أحببتي بعد قليل. بالتأكيد دكتور. بالنسبة لموضوع دكتور فوائده كونه طارد للحشرات، هل ممكن استخدامه برضه يعني داخل البيوت، كونه هلأ إحنا في موسم الصيف ودرجات حرارة عالية، فممكن انتشار الحشرات حتى انتشار البعوض اللي بيسبب قرص للأطفال واحمرار وتهيج، فممكن نستخدمه مباشرة قبل النوم أو نضعه في زوايا البيت لحتى يقلل من انتشار الحشرات؟ نعم ممكن جدا. بالعكس، يعني أول إشي طارد للحشرات وخاصة الناموس والذباب. ثانياً رائحة العطرية تساعد الأطفال والكبار حتى على النوم الهادئ وتخفيف التوتر، فبنكسبها من الجهتين، طرد الحشرات وإحداث الهدوء والنوم وإزالة التوتر. فلا بأس إحنا نشجع هذه التوجهات الحلوة والطبيعية بدل من نشتري بخاخات قد يكون فيها مواد كيماوية إلى آخره. هذا التوجه نشجعه ونحث الأمهات على تعلم هذه الفنون والمهارات وصير جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية. دكتور، أنا كنت أشوف بعض السيدات يحطوا مثلا المرمية على فحمة مع البخور على أساس أن يطرد الحشرات، فهل ممكن نعمل بأوراق أكليل الجبل نفس الشيء؟ نعم. الآن الدخان إذا حرق النبات، سواء مرمية أو أكليل الجبل أو غيره، إذا حرق النبات لا شك أنه بيطلع ثاني أكسيد الكربون، هذا معروف، لكن برضو يتطاير معه الزيت العطري. ولذلك دخان النباتات العطرية عطري، ويعني أنا رأيت بدو حينما يجلسون في مجالسهم ويشربون القهوة في المجبب، يسمى المجبب عندهم، بتكون نار في وسط المجلس وفي مدخنة طبعا في السقف، يضعون النباتات العطرية أحيانا مثل الأذخر. الأذخر هذا نبات صحراوي ما يتضايقون من رائحته، صح أنه في دخان مزعج شوي، لكن رائحة عطرية حلوة ومنعشة. فلذلك إذا حرقنا إكليل الجبل المجفف، طبعا المجفف، وضعناه مثلا على هذه شو بنسميها المبخرة، المبخرة مع فحم مثلا، ودرنا فيه في البيت، بنطرد الحشرات من ناحية ومنعقم الجو، لأن مرات الجو بصير فيه جراثيم موبوءة، البيئة بتكون خاصة إذا في ناس بكح وناس مرضى في هذا البيت أو في هذه الغرفة، لا بأس من تعقيمها سواء بحرق المرمية أو بحرق نبات إكليل الجبل. وهذه فائدة حلوة ولطيفة وسهلة وميسورة للجميع، وحلو إنه برضو هذه يصير من ثقافة المجتمع
إذا أحب أنه ينقي ويعقم المنزل. دكتور، ممكن نحصل على هاي الفوائد للزيوت العطرية برضو من خلال غلي النبتة؟ يعني لو خليتها مثلا تغلي بالبيت لفترة، خصوصا مثلا بعد الطبخ، ممكن تطلع رائحة الطبخ من باب تغيير الرائحة ومن باب الاستفادة منها؟ أي ممكن، لكن غالبا التبخير لا يطول، لأنه بتكثف هذا الماء المبخر على الجدران، على الخزانات، على كذا، وبروح أثره سريعا، بعكس الدخان. الدخان يبقى متطاير في الهواء فترة طويلة، وبعدين بيرتفع عند السقف مثلا، ما يزول إلا بعد حين. فممكن طريقة التدخين للتعقيم وعطر يكون أقوى من التبخير. التبخير ممكن نستفيد منه وين؟ للجهاز التنفسي مثلا، أو الجيوب الأنفية. وبتفيد دكتور في هاي الحالة؟ نعم، يعني إذا إنسان عنده جيوب أنفية مسكرة ومصدع وتعبان، ممكن يعمل تبخيره بماء كليل الجبل. ليش؟ لأنه له خصائص زي ما حكينا، مهدئ للتشنجات، بترخي العضلات الملساء ومعقمة، وبتساعد في تخفيف الاحتقان، وهذا هو المطلوب لمريض اللي عنده جوب أنفية، مشاكل تحسس. صحيح. نعم. دكتور، هاي الفوائد بالتأكيد بتعود لمكونات طبية ومواد فعالة فيها، بدنا نحكي عنها دكتور لكن بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، نطلع سوية لفاصل ونرجع لكم. كملين معكم مشاهدينا للحديث عن فوائد إكليل الجبل. دكتور، كنت سألتك قبل الفاصل عن المواد الطبية والفعالة الموجودة بإكليل الجبل اللي بتعطي كل هاي الفوائد. زي ما ذكرنا سابقا، إنه كل نبات طبي فيه العشرات بل مئات المواد الفعالة، والتي تتفاوت وتختلف من نبات إلى آخر. بالنسبة لإكليل الجبل، في عندنا اللي هي روزمارينك أسيد دايتربينز، روزمارينك أسد، هذا خاص بروزماري. وهذه أنواع كثيرة، منها روزماديول وروزماري دايفينول وروزماري كوينون إلى آخره، بالإضافة للفلافينويدز اللي حكينا عنها سابقا إنها مضادة للأكسدة. في مادة اسمها ترايتربينز، هذه زي الأوليونوليك أسد ويوروزوليك أسد، هدول لهم برضو فوائدهم الخاصة، وهم جزء من العطر تبع الروزماري. في عندنا الزيت الطيار اللي حكينا عنه، انه من 1-2.5%، وهذا سينيول باينين الى اخره، وسميات كثيره. ودائما بنقول انه العطر لا يعود الى ماده واحده فقط، هو متعدد، عطور متعدده في النبات الواحد، سبحان من خلق، سبحان الله. فهذه المواد، الأهم المواد اللي فيها. وفي مادة اسمها بيتيولينيك أسد، حامض البيتيولينيك، هذه عملوا عليها دراسة سنة 1995، وجدوا إنها إلها دور في الوقاية وتثبيط سرطان النيوروبلاستوما في الدماغ، ومش بس النيوروبلاستوما، حتى الميدلوبلاستوما. هذولا أنواع مختلفة من سرطانات الدماغ، الله يعافينا ويعافي جميع المسلمين. فوجدوا انها لها دور في تثبيط هذا الخلايا اللي بتتكاثر، وبتعمل شيء من النظام الوقائي ضده، وحتى الدراسه تقول واذر برين تيومرز، حتى انه ضد انواع اخرى من سرطانات الدماغ. فهالماده البيتيولينيك اسيد لها خصوصيه، ولذلك حلو انه الواحد يعرف كيف انه النباتات، حتى وهي مضاده للسرطان، كل نبات له تخصص لسرطانات معينه اكثر من غيرها، وهكذا. ولذلك يعني هذه المواد اللي شرحنا بعضا منها، والتي تخص نبات كليل الجبل، لها خصوصيه فعلا نستفيد منها، وسنتحدث ان شاء الله عن مزيد من هذه الفوائد، وخاصه فيما يتعلق بالجهاز العصبي. جميل دكتور. بالنسبة يعني كونه دخلنا في موضوع الجهاز العصبي، خلينا نحكي أكثر عن فوائده في التهدئة للجهاز العصبي وأثاره للأشخاص اللي مثلا حابين يتركوا التدخين، مدمنين المخدرات، ما فوائده للأثار الانسحابية
ترك التدخين أو الإدمان. نعم، هذا كلام جميل ومهم كتير كتير. وجد بأنه هناك مادة في الدماغ اسمها تي تايب كالسيوم تشانلز، واختصروها تي تي سي سي. هذه المادة إذا زادت في الدماغ بيحصل توتر وعصبية، وممكن إذا في قابلية للصرع والشحنات بتهيج. وجدوا إنه مستخلصات إكليل الجبل بتقلل هذه المادة وتتحكم فيها، وهذا يعني إنها مقللة للتوتر، وممكن تخفف موجات الشحنات الكهربائية والصرع، وممكن يكون لها دور في إزالة عواقب هذه الأمور زي الكآبة وأمثالها. فوجدوا إنه هذه المادة، المواد الموجودة في إكليل الجبل اللي بتقاوم مادة تي تي سي سي، وعليها دراسات حقيقة جميلة ورائعة، وأشهر هذه المواد اللي هو روزمارينك أسد اللي حكيناه في البداية، اللي هو له الرائحة العطرية. وهذه دراسات كثيرة. إذن بنعرف من خلال هذه الدراسات الكثيرة إنه نبات إكليل الجبل مستخلصاته والمواد الفعالة فيه لها دور في تثبيت مادة مهمة جدا في الدماغ، لها أثر في تولد العصبية والنرفزة والشحنات الكهربائية وغيرها. فهذا شيء مهم جدا. يعني دكتور، هي لا تفيد فقط على ناحية الإدمان والأثار الانسحابية للإدمان، يعني أيضا للمشاكل العصبية بما فيها الصرع والتشنجات. نعم. والاستخدام يكون دكتور داخلي أم ممكن من خلال الزيوت العطرية على منطقة الرأس مثلا؟ الآن التنين بيصلحوا. الآن لو استخدمناه داخلي، سواء على شكل مسحوق أو كبسول أو داخل مع تركيبات أخرى، وهو الأفضل داخليا عشان يطلع الجسم يمتص المواد الفعالة وتتحرك في الدم وتذهب إلى الدماغ، فهذا شيء جميل. قضية الاستنشاق الزيوت، أيضا الزيوت هذه تصل من خلال حاسة الشم، تعطي مفعول كيماوي، بصير تغير كيماوي في الجهاز العصبي، وبتوصل الرسالة للدماغ وتعطي الأثر المطلوب. يعني افترضنا إنسان حب يهدئ أعصابه عن طريق إكليل الجبل، وما بده يشربه على شكل شاي ولا يشربه ماء، ممكن يشم عطر إكليل الجبل فتحدث الفائدة. وهذه عليها دراسات أيضا، ومنها نبات الخزامة كان وضعوه على في غرف نوم ممرضات، وانطلق العطر في الغرفة فناموا نوما جميلا وسعيدا. فإذا حاسة الشم إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على الفائدة من النباتات العطرية. وبالنسبة للإدكشن أو الإدمان، فعلا في دراسات الآن أمامي، الآن وجدوا أنه مستخلصات المائية لإكليل الجبل زي ماء إكليل الجبل لها دور في تخفيف الأعراض الانسحابية للي أدمنوا على المخدرات بشكل عام. هدأت أعصابهم، خففت الأعراض الانسحابية، أعطتهم شيء من الراحة النفسية اللي يستطيعوا مع شيء من الإرادة يخلصوا من هذه المشكلة. دكتور، إيش ممكن نستخدم عشبة أخرى بالتزامن مع إكليل الجبل خصوصاً للأشخاص اللي حابين يتركوا التدخين؟ إحنا ممكن نستخدم شغلتين. عندنا عشبة الشعير الخضراء اللي هي متوفرة الآن على شكل كبسولات أيضاً، هذه تعطي شيء من الإرادة وهدوء النفس والأعصاب وقوة التحمل، وأيضاً لأنه فيها مادة اللي هي مضادات الأكسدة واللون الأخضر بتطرد المواد التي ترسبت في الجسم وأدت إلى حدوث هذا الإدمان. لأنه الإدمان زي ما انت عارفه في جسدي وفي نفسي، فتنظيف المواد التي ترسبت وصار لها مستوى معين دائم في الدم تعودت على الجهاز العصبي، هذا تنظيفه بالتدريج مع زيادة قوة التحمل مع هدوء الأعصاب وإزالة التوتر مع زيادة تحسين الإرادة، كله يصب في خانة الخلاص من هذه المشكلة الكبيرة. جميل دكتور، كونه له تأثير على الخلايا العصبية، فهل له تأثير على الدماغ من ناحية التركيز وقوة التعلم، التنبيه، مثل ما بيعمل الكافيين مثلا؟ أي نعم، له دور حلو كثير في هذا الباب، و لأنه له نيورو بروتكتيف إفكت. شو يعني؟ يعني الآن
بتجد طلاب مثلا او شباب بقول لك انا ذاكرتي ضعيفه، بدرس الصبح بنسى المساء. الام بتشتكي بدرس ابن الصبح بينسى المساء، وهكذا. هذه الامور لها اسباب كثيره، ومنها انه ما ياكله الاطفال من ماكولات غير صحيه، ما يثير اهتماماتهم المتعدده سواء كانت بالنظر الى الخلويات او الايبادات او 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 ايضا اهتماماتهم اللي او حركتهم الزائده اللي هم مرات ما بضبطوها نتيجه امور كثيره. لما نيجي هذه كلها نتحكم فيها او نسيطر عليها بدرجه معينه وجميله، من ناحيه تقليل الحركه، تهدئه الاعصاب، حمايه الجهاز العصبي من الشوارد الحره والاكسده الزائده نتيجه الماكولات الغير صحيه، تقليل الماده اللي ذكرناها قبل شوي اللي بتسبب النرفزه وغيرها، كلها مجتمعه بتساهم في تحسين التركيز. تحسن التركيز في تحسنت الذاكره، وبرضه اكل الجبل كما ذكرنا بدايه الحلقه له دور في تحسين الذاكره. فهو حسن كل المقدمات التي تشوش على الطالب وحسنت الذاكره بنفس الوقت وحسنت التركيز، وقامت بعمل حمايه للجهاز العصبي والخلايا العصبيه، وهذا كله يصب في صالح الطالب او الكبار او الصغار. دكتور، في سياق الحديث عن المشاكل العصبية عندنا برضو مرض باركنسون، فهل ممكن إكليل الجبل يفيد في هذه الحالة؟ نعم، هناك دراسات عن باركنسون، مرض باركنسون. واللي ما بيعرف مرض باركنسون هو مرض الأمراض الديجنراتيف اللي بصير فيها تآكل أو ضمور معين في الخلايا العصبية، وخاصة فيما يتعلق بإفراز مادة الدوبامين. بصير هاي المادة قليلة إفرازها في خلل، فالمريض بصير عنده بطء في الحركة، جمود ويباسة بالأطراف، رجفة في إيديه وفي رجليه أحياناً وفي الرأس أحياناً أخرى، وبتبدأ ذاكرته تتعب وكل حركته تتقيد، وهو من أمراض الشيخوخة المشهورة والمعروفة عالمياً. ولأنه قلنا أنه إكليل الجبل له دور نيورو بروتكتيف، مضاد أو بيحمي الجهاز العصبي، بيحمي الخلايا العصبية، وجدوا أنه استخدام إكليل الجبل سواء شربا أو شما بيخفف أعراض مرض باركنسون. ولذلك الناس اللي عندهم في بيتهم مريض في باركنسون يستخدموا هذا النبات، سواء على شكل عطر يشمه كل يوم 3 مرات شمات هيك محترمة، وإما يغلوله ماء إكليل، يغلوله إكليل الجبل، أو يحصلوا على ماء إكليل الجبل ويشربوا هذا الإنسان 3 مرات أو 4 مرات يوميا، يؤدي إلى القضايا الأخرى اللي حكيناها، ومنها تحسين حاله نسبيا وتهدئة الأعصاب. وهذا طبعا لا يمنع أنه نستخدم منتجات أخرى لها دور في تخفيف حدة مرض باركنسون من خلال وقف عمليات الديجنريشن اللي شغالة في الجهاز العصبي. جميل، جميل جدا دكتور. هاي المعلومات يعني أعتقد أنه الجميع يسمعها للمرة الأولى. إحنا بنعرف أنه إكليل الجبل للجهاز الهضمي، التلبكات المعدية، لكن هاي الفوائد العظيمة على الجهاز العصبي بالتأكيد هي معلومات جديدة للجميع. صحيح. فللأمانة دكتور يعني أنا أشكرك بصدق صراحة على هذه المعلومات، لأنه فعلا يعني بدنا نحكي دكتور برضو عن فوائد إكليل الجبل على الأوجاع. نعم. الآن كما ذكرنا أنه له دور حتى في التراث الشعبي، كان يستخدمون الناس شربا في تخفيف حدة الآلام الروماتيزمية وغيرها، ودهنا زيت الروزماري دهنا لأنه بنشط الدورة الدموية لوكالي موضعيا، وهذا بحسن أو بخفف الأوجاع سواء كانت مفصلية أو عضلية. ولو أنه طبعا في أشياء أقوى منه، لكن إحنا نتحدث الآن عن فوائده، واللي إذا إنسان ما تيسر له إلا هذا الزيت أو هذا النبات بيقدر يستفيد منه، ويكون عنده معلومة، والمعلومة دائما قوة، فممكن نستفيد منه للأوجاع الروماتيزمية، الأوجاع المفصلية، أوجاع الشقيقة كما ذكرنا، أو الصداع. والحقيقة في تركيبات الآن للصداع والشقيقة، الروزماري هذا إكليل الجبل جزء
من تركيبتها، جزء مهم جدا في تركيبة هذه العلاجات الطبيعية للشقيقة والصداع. دكتور، هل في محاذير من استخدام إكليل الجبل أو زيت إكليل الجبل؟ وهل في حد لاستخدامه، يعني لما أستخدمه لدرجة معينة ممكن يؤدي لأضرار أو سلبيات؟ إحنا نقول دائما لكل المشاهدين الكرام إنه أي شيء يستخدم بزيادة، إذا شيء يعني يستخدم كثيرا، حتى الماء اللي هو فيه الحياة، لو واحد شرب كثير منه بزيادة بشكل مفرط بشكل جنوني بشكل وسواسي يؤدي لمشاكل كبرى، وهو الماء، فنبالك بمنتجات طبيعية فيها مواد فعالة كثيرة جدا. فمن أهم مشاكله إذا أخذ كميات كبيرة، في بعض النساء في بعض البلاد استخدموه للإجهاض، لكن عشان يعطي نتيجة إجهاض، لأنه بيحرك العضلات الرحم، حتى تحصل على هذه الجرعة التي تكفي للإجهاض بتكون دخلت في مرحلة تسمم الأم نفسها. فلذلك لا ينصح بتاتا بهذا الموضوع، صارت مرحلة تسمم، وهذه من حكمة رب العالمين عشان الناس ما يستسهلوا عمليات الإجهاض بهذه البساطة، لأنه هي خطيرة. وبعدين إذا استخدم كميات كبيرة ممكن يسوي عند بعض الناس شعور بالخمول أو الهدوء الزائد أو التسطيل أو النوم الزائد إذا استخدم، أو الدوخة يعني مش متوازن، أو شعور بالتعب الزائد إنه مرهق تعبان مكسر بشكل غريب. هذه زي ما ذكرنا إذا استخدم كميات كبيرة، واحد شرب في اليوم 3-4 لتر أو طحن كمية وسفها بطريقة أو بأخرى، وهذا غلط، وعادة الناس لا تقوم بهذا الأمر، لكن إحنا بننبهه من باب زيادة المعلومة واكتمالها. دكتور، هل يعتبر غير آمن للحوامل كونه ممكن يحرك عضلات الرحم ويسبب تقلصات؟ إذا استخدم بطريقة نكهة مع شاي مع شيء تاني لا مشكلة، أما إذا استخدم بشكل مركز ومكرر لا يفضل. نعم، خشية أنه حدوث، لأنه في بعض الحوامل زي ما أنت عارفة يعني حملهم صعب، صحيح، حساس وصعب وضعيف، وزوفة المعدة، صحيح، فليش تدخل في المتاهة، تحط الأشياء التانية النعنع وغيره أحسن لها. تمام دكتور. بدنا ننتقل دكتور لفقرتنا الأخيرة ضمن هاي الحلقة، وهي أسئلة الجمهور. السؤال يقول دكتور إنه شخص راجعك بالعيادة بخصوص الجرثومة الحلزونية، وبفضل الله إنه أموره تمام، ورجع عمل تحليل للبراز وكانت خالية تماما من الجرثومة الحلزونية، لكنه حاليا بيعاني من أميبا، فبسأل عن علاجها لأنها متحوصلة داخل الأمعاء وسببت له هبوط في الوزن. الأميبا عادة مشكلة حقيقة، لأنه إذا كانت متحوصلة في كثير من الأحيان ما بتعمل مشكلة، هي متحوصلة يعني ساكنة في مكانها ما بتعمل مشاكل. فإذا صارت فيجيتاتيف يعني نشطة، وبتبين هذه في نتيجة المختبر، بيكتبوا إنه هذه فيجيتاتيف يعني شغالة نشطة، هذه اللي بتسوي المشكلة. أما إذا كانت متحوصلة غالبا ما بتسوي مشكلة غالبا. ولذلك ممكن يكون عند هذا الإنسان مثلا اضطرابات معوية، سوء هضم، قولون عصبي إلى آخره، فممكن يستفيد من إكليل الجبل. ماء إكليل الجبل يشربه عدة مرات في اليوم، أرجو أنه يريحه، وبإمكانه إذا حب من باب الفائدة يغلي شوية شيح، يغلي شيح مثل الشاي، ويحط معه شيء من إكليل الجبل ويشرب 3 كاسات في اليوم، أرجو أنها تريحه إن شاء الله. دكتور، هو ذاكر بالسؤال إنه تم وصف له عسل الشيح، هل ممكن يستمر عليه أيضا لموضوع الأميبا؟ ممكن طبعا، تركيبة عسل الشيح تركيبة قوية أيضا للأميبا وللجرثومة الحلزونية. نعم، جميل. تمام دكتور. سؤال آخر لطفلة عمرها 3 سنوات وبتعاني من أكزيما شديدة، حسب ما ذكرت الأم بالأعراض إنه هي واصلة للأذن لفروة الرأس، بتسبب تقشر كتير وبتروح وبترجع، فبتسأل أيضا عن العلاج. احنا ذكرنا في الحلقة السابقة انه الاكزيما وخاصة اذا كانت شرسة فهذه لها علاقة بتفاعل مناعي تحسسي شديد، وهذه تستلزم خطة متكاملة تشمل العلاج وتشمل اشياء خارجية وداخلية ونوعية الطعام وتغيير اشياء كثيرة في البيت والملابس وغيرها. هذه خطة متكاملة، خطة علاجية متكاملة وليست وصفة، فلذلك الأفضل يراجعونا حتى نبلش معهم هذه الخطة إن شاء الله. وبعتقد دكتور كونها بعمر صغير يعني استجابتها حتكون أفضل مما نتركها لقدام شوي وتكون مستخدمة أدوية كيميائية تعسر العلاج. ونحذر من استخدام الكورتيزون، لأنه الكورتيزون راح يعمل الأمور
أعند بكثير من أول. فلينتبهوا. تمام دكتور، أحد الأسئلة عن ما بعرف إذا هو دواء أو إيش اسمه، تونوروميكس، هل يقضي على أعراض ضغط الدم؟ قارئ مقال عنه أنه بينظف الشرايين وبيقضي على المشاكل الصحية. إذا كان التونوروميكس هو تينورمين اللي هو من أدوية الضغط، هو بوسع الشرايين فبنزل الضغط عادة، لكن أنه يحل المشاكل من أصلها لا. إذا بده يحل مشكلة الضغط من أصله بده يمشي برنامج غذائي رياضي، وزن، نفسية، عادات صحية، بعض الأعشاب، ممكن يخلص من الضغط إذا التزم وكان ذو همة عالية. دكتور، من خلال هذا السؤال خلينا نوجه نصيحة للمشاهدين. هو يقول إنه هو قارئ عنه مقال، بعض المقالات المنتشرة على الإنترنت بتعمل من النبتة إنها الحل السحري لجميع الأمراض، إنها بتنظف الشرايين، ممتازة للصحة وبتعالج كل شيء، فضروري ننتقي معلوماتنا ونعطيهم نصيحة بهذا الخصوص. نعم، يعني دائما اللي ببالغوا يبالغون في مفعول نبات أو دواء أو مستحضر وبيقول لك هذا بيحل لك 50 مرض وسبعين مرض وكذا، يعرفوا أنه هذا كلام غير علمي وفي مبالغة، والمبالغة فيها شيء من الكذب. فلا ينبغي تضليل الناس بهذه الطرق. الإنسان كيان متكامل، نفس وجسد وروح وعادات صحية ونوم وصحو ونفسية، هاي الأمور كلها لها دخل في العلل والأمراض. ما بصير نفكر نحل المشكلة بمستحضر أو نبات واحد وننسى كل هاي المؤثرات اللي سببت المشكلة موجودة كما هي، هذا كلام غير منطقي وغير سليم. بالعكس، ينبغي النظرة الشمولية للمريض ومعالجة كل الأسباب التي أدت إلى ظهور المشكلة حتى فعلا تنحل من أساسها. بالتأكيد دكتور. دكتور، نشكرك على إجابتك على الأسئلة وعلى وجودك الدائم معنا ضمن برنامج كبسولة عشبية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. نذكركم بموعد لقائنا الأسبوع المقبل يوم السبت على شاشة قناة اليرموك. دمتم بصحة وعافية.